تسببت الفوضى التي زرعها المخلوع طيلة فترة حكمه وبعدها هنا وهناك في غياب كثير من الموارد الاقتصادية الهامة، ومنها مؤسسة محلج القطن بمحافظة أبين التي تعرضت للنهب والانهيار الشامل بسبب سوء الأحوال الأمنية. مؤسسة محلج القطن الواقعة في منطقة الكود بمحافظة أبين مؤسسة إنتاجية عريقة أسست عام 1952 تحت إشراف لجنة أبين الخاصة بمنطقة الدلتا الخصيبة. أسست لجنة أبين في عام 1952 في شراء وحل وتسويق القطن من المزارعين وبيعه في الخارج بالعملة الصعبة مع خصم المصاريف التشغيلية، والفائض تعود إلى المزارعين كأرباح. هذا عند التأسيس تم الاستيلاء أو نهب كافة ممتلكاتها من سيارات، حراثات، قطع غيار ومستلزمات العمل في المحلق وتدمير المحلق بشكل جزئي والمباني وحرق القطن ونهبه. وتعتبر مؤسسة محلج أبيا للقطن أول محلج في جنوب الجزيرة العربية والخليج، حيث تقوم بتصدير القطن بعد حلجه وتنقيته من البذور لتغطية الاحتياج المحلي ووضع الباقي في قوالب خاصة يصدر من خلالها إلى الخارج ليعود بالعملة الصعبة ويرفد الاقتصاد الوطني كأحد أهم الأعمدة الاقتصادية السيادية في جنوب الوطن إلى ما قبل الوحدة. كما أن هناك وحدة خاصة في المحلج لاستخراج الزيوت المفيدة من بذرة القطن واستخراج مشتقات أخرى لدعم السوق المحلية والإنتاج الوطني. الموظفين يجلسوا 20 شهر بلا مرتبات، فين نروح؟ في ظل ظروف صعبة، معيشية صعبة، قلاء، ما عندنا إمكانيات ندير أسر، من فين نجيب؟ نناشد السلطة، ممثل أبلاغ محافظ أبين والأخ وزير الزراعة والرئيس عبد ربه منصور لفتة كريمة لهذا المحلق، لهذا الصرح العظيم، للهرم، للذهب الأبيض. استوعب المحلج مئات العمال بالأجر اليومي والذين يعيلون آلاف الأسر سيما فترة الموسم، فضلا عن الموظفين الرسميين بالمحلج والذين يقدر عددهم بالعشرات. بعد دواعي الحرب على القاعدة من قبل المخلوع في العام 2011، تعرضت المؤسسة لنهب محتوياتها من مكائن وآلات عمل ومستودعات وحراثات وسيارات، كما تعرضت لتخريب مكائن محلج القطن، وصار أحد أهم الموارد الاقتصادية بإدارته وموظفيه والمستفيدين منه مزارعين ومواطنين، صار بعد أكثر من 60 عاما من الإنتاج والدعم في خبر كان. وهذه لفتة انتباه إلى المعنيين.